اخذنا هني. حليب الناقة اذا كانت الناقة صحية تقدر تحلبها وتشرب بدون اي مشاكل، معتمدة هني. هني عندنا دكتور يوتكا، هي مسؤولة البيطرة او قسم البيطرة. الحين ترى هني هم بعد يلقحون المطايا ويفحصونها وتأكدون منها. دكتور يوتكا، you're from Hungary. من هنغاريا دكتور. اوكي. ابي تسوي لها سونار. هذا هني الثلاجة اللي فيها كل الإنتاج. هذه الخزانات هم هني يسوون اللي هو الحليب الجاف، حليب البودر. يحطون الحليب مال نياق هني بدرجة 22 تحت الصفر، وبعدين تحت الضغط، وتحت الضغط يتجمد بالكامل ويتحول إلى بودر. فبوديكم الحين تشوفون المنتج هني وتعبئته. فهذا هو هني عقب ما يتجمد وتحت الضغط يصير بودر. وهذا هني تعبئة حليب النياق بس على بودر، في عبوات صغيرة كذي تشوفونها. هني دخلنا مصنع الايس كريم. هذا مصنع ايس كريم حليب لنياق. وهذا هني مصنع الايس كريم. شلون يعلبون الايس كريم هني؟ ايس كريم حليب لنياق. وهني عملية تعبئة ايس كريم حليب لنياق. المهم يا شباب يا بنات، الموضوع مو كذي، الموضوع في شيء غريب عقب كل هالسالفة. هذا المنتج الحين موجود في أوروبا من 2013، موجود في أمريكا من هالسنة، موجود في روسيا، تقريبا في أماكن كثيرة بالعالم. لكن المضحك مو كذي، المضحك إن عندهم 15 يوم صلاحية في كل مكان بالعالم ما عدا دول مجلس التعاون. ليش؟ طيب مجلس التعاون يقولك لا، حده 5 أيام صلاحيته. طيب أمريكا وأوروبا يعطونا 15 يوم صلاحية، وإحنا أهل بل نعطيه 5 أيام. سبة الفوضى أسألهم، قلت ليش؟ يقولك لا والله إحنا هني مجلس التعاون ما عندنا لمواصفات حليب البقر، حليب البل ما عندنا مواصفات. يعني هل هذا يعقل؟ شيء مضحك مع الأسف، بس على العموم شيء مفخرة اللي شفناه.
مفخرة حق الإمارات، مفخرة حق الخليج، مفخرة حق تقاليدنا وعاداتنا. ونرجع الى باصنا، باصنا العزيز هذا بدونه دبي ما لها طعم صراحه، شيء عجيب.